قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما سمعتني؟ قال: أنا ما أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، تتكلمون لكن ما أسمع. قال: ماذا تقول أنت، ماذا تقول في الطواف؟ قال: أقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: حولها ندندن. وارشد الرسول عليه الصلاة والسلام لدليل جامع ينبغي للإنسان أن يقوله دائما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما هي الحسنة التي تطلبها في الدنيا؟ ما هي الحسنة التي تطلبها في الدنيا من الله؟ كل شيء حسن تطلبه من الله، كل شيء حسن أطلبه من الله، وهذا من الدعاء الجامع. كما يروى أن رجلا أتى للكعبة يطوف، فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف ومعه أحد الصحابة، فقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع دعاء الرسول ماذا يقول، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرفع صوته بالدعاء وإنما يدعو مخافته، لكن بعض من الناس يرفع صوته في الدعاء يزعج الآخرين: اللهم الله. لا لا، ينبغي للإنسان أن يخاطب ربه وربه يسمع الدعاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو، ولكن يدعو دعاء لا يسمعه الذي بجانبه، فجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا أريد أن أعرف ماذا بماذا تدعو في الطواف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما سمعتني؟ قال: أنا ما أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، تتكلمون لكن ما أسمع. قال: ماذا تقول أنت، ماذا تقول في الطواف؟ قال: أقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن، كما روي هذا الكلام. فربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل شيء حسن، حتى الولد الصالح، الزوجة الصالحة، الزوجة المريحة، السيارة المريحة، السكن، كل شيء حسن يشمله هذا.